إصابة عنيفة جدا لمحمود الونش مع لاعب الكاميرون. بالفعل يا جماعة إصابة أو تدخل كان عنيف جدا ما بين لاعب منتخب مصر الونش وما بين لاعب الكاميرون، ولكن نقدر نقول إن الحمد لله قدر إنه يكمل المباراة. محمود حمدي الونش يا جماعة عايز أقول لك كده إن الموضوع صعب جدا، موضوع استبداله صعب، هو في خط الدفاع حاجة كبيرة جدا، في خط الدفاع حاجة مميزة جدا. لو هنتكلم عن المنتخب المصري في الشوط الأول بالخصوص أقول لك إن علامة استفهام كبيرة جدا على منتخب مصر. أي نعم في تريكات كتيرة جدا كان لازم ناخد بالنا منها. لو هنتكلم عن حكم المباراه اقول لك ايضا ان في علامه استفهام كبيره لحكم المباراه، لانه بالفعل عايز اقول لك كده جه على المنتخب المصري شويه. بالفعل المنتخب ده اصلا كلنا ما كناش موافقين عليه على الاطلاق. تاريخه كله مع الانديه المصريه او مع منتخب مصر بيقول لك لا، تاريخه زي الزفت بالبلدي كده مع منتخب مصر، ودايما بيجي على منتخب مصر ليه مش عارفين ليه، ولكن نقدر نقول ان المنتخب المصري في الشوط الاول انا مش مقتنع بيه على الاطلاق. وطبعا ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المصري في كل المباريات اللي بيلعبها، ويا رب نلعب بفكر وروح في اي مباراه احنا بنلعبها.